بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. بيان أهالي طرابلس الكبرى ومن معها من بلديات مجاورة. ها نحن أهالي وثوار فجر ليبيا بطرابلس الكبرى ومن المناطق المجاورة ومن أمام المستشفى الميداني بئر الغنم، نجدد دعمنا التام لجميع الثوار بكل الجبهات وفي كل المحاور شرقا وغربا. الله أكبر. الله أكبر. وإن موعد النصر أبدى قريبا جدا من تحرير ليبيا من أعداء الوطن والمواطن، ونستنكر القصف الجوي من طيران المدعو حفتر الإرهابي التي تشن على مقدرات الشعب الليبي وثرواته، كما نؤكد على من يدعون المطالبة باعتماد دستور المملكة الليبية بأن مثل هذه الدعوات ما هي إلا تصرف فردي لخلط الأوراق ونشر البلبلة والفرقة بين الثوار، وأننا على وعي كامل بما يقوم به هؤلاء المشوشين على سير العملية الدستورية التي تقودها لجنة الستين، والتي نطالب بسرعة تقديم المسودة في موعدها المحدد، وأننا نوجه هذه الرسالة ونحدد فيها كل من تسول له نفسه المساس بثورة 17 من فبراير وفجر ليبيا وأهدافها. والله أكبر. والله أكبر. ولله الحمد. حرر. الله أكبر. صدر بتاريخ 13/12/2014 يوم السبت. شهداء من أجلك يا ليبيا. شهداء. شهداء من أجلك يا ليبيا. شهداء. شهداء من أجلك يا ليبيا. صدر بتاريخ 13/12/2014 بئر الغنم من أهالي طرابلس الكبرى. الله أكبر. الله أكبر. مري فكتني صرخات الغيابة منورين يا تيس الجمعة. منورين منورين منورين. الله يحفظكم. ربي يحفظكم. ربي يراكم ان شاء الله. منصورين بقدرة الله القادر ان شاء الله. قلنا لك قلنا لك احنا مش هنا يا قدام برا غادي. منصور اكبر قدام ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. شو الاخبار باحية؟ ان شاء الله. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. من بعد السوادين الشديد المرتزق كانوا عازمين فيها حتى مجموعة. اللي ما يرفض الأمر ولا مش عارفين اللي يقوم كتف وقاتلين. وثاني حتى اللي يقتل اللي يموت منهم من المرتزقة يسيبوا فيه. يسيبوا فيه. وهذه كانوا مستغلينها من أيام بداية الثورة القصوى. هذه مداكم. هذه مدرسة مداكم هذه على طولها هي والمياه هذه تو احنا في المياه المدرسة مازالت قدام والحمد لله تو متحررة من النيل عند التي وما زلنا احنا حوالي ما يقارب على 7 كيلو على التي ما فرق لان ما قدرناش نشوفكم هذه وان شاء الله الزيارة الثانية حتكونوا نكونوا في الشعبية من احنا نقولوا من الابقار وبرا غادي هذا مازال هم يتواجدوا فيها تو الوقت الحالي. قداش المسافة من هنا؟ لا من هنا بعيدة من المسافة تو ان المنطقة هذه كلها آمنة تحررت وآمنة الحمد لله. قداش الخير معك 20 كيلو 15 كيلو؟ لا المدينة دارات يتواجدوا فيها في حدود في الحدود هذه تو لكن هم موجودين مازالوا في حوالي 5-6 كيلو. ويتم ان شاء الله استرجاع لاخوتنا الدارات مدينتهم وهذا كله احنا نقدر نطلعهم حتى في ساعات لكن بتحافظ على بنحافظوا على ممتلكات خوتنا الدرات والله جينا من مساندهم وفيه من الناس يعني جينا حتى تعطي في معلومات على الوايشات وعلى الفايبر وكانت عندنا ناس موجوده يعني محتفظين بها عندنا ناس موجوده محتفظين بها والحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر بإذن الله أننا منتصرين إن شاء الله يا رب اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين لازم نزور قدامنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر جماعة غريان هون وصلت والله جماعة غريان قاعدين في زيارة الحوشيات هذيك أبو شيبة والله أكبر موجودين ورانا والدنيا مأمنة والحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربي يحفظك الله أكبر الله أكبر الله اكبر يا التكبير يا شباب الله اكبر الله اكبر الله اكبر هو كان يجري ترابلس على 12 الله اكبر الله اكبر قريب 70 كيلو متر انا ترابلس انا مسار الله اكبر الله اكبر انت وين ترابلس الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نحن الان في منطقه مداكم ببير الغنم في حرف التي الذي يبعد على طرابلس حوالي 80 كيلومتر اليوم 13/12/2014 الساعة 5:35 مساء ونريد أن نوضح لإخوتنا المشاهدين في جميع أنحاء ليبيا وإلى توارنا البواسل على أن هذه المنطقة محررة تحرير كامل من الأوباش وهي الآن في يد التوار وما زال الأمام حوالي 15 كيلومتر ما زالت في يد توارنا البواسل ودليل على أن هذه المنطقة آمنة هناك سائق لشاحنة كان يجلب مادة الحصو من الكسرات وهو الآن أمامنا محمل بهذه المواد ونقلها إلى الزاوية إن شاء الله إلى منطقة الزاوية واللقاء مع الأخ عادل محمد الصادق جغمني حرشة يا اخي عادل تمشي وتجي انت في هذه الطريق وانت امن ايه ان شاء الله الطريق امن والامور طيبه ان شاء الله وهذه المنطقه في ايدي توارنا البواسل الله اكبر وهذا الرجل يعمل على حسابه الخاص وهو يتنقل في هذه المنطقه بكل حريه وكل ارتياحيه بدون اي مشاكل وهي منطقه امنه والدليل على هذا ان كثير من عائلات هذه المنطقه يتحركون بسهوله والشاحنات والأفراد يتنقلون بكل ارتياحية بدون أي مشاكل والحمد لله رب العالمين ونسأل الله أن يحرر كافة ليبيا من أوباش من هؤلاء الأوباش وهؤلاء الطغاة الظلمة الفاسدين وبارك الله فيك وجزاك الله خير وفقكم الله وتوصل بسلامة الله ومعنا الآن سيارة شاحنة أخرى تنقل التمور من أي منطقة أخ؟
من منطقة مشروع وادي الحي بالتحديد. شنو الطريق اللي جيت منها؟ طريق آمنة والله الحمد لله، والله أكبر طريق 100% وآمنة إن شاء الله. منين جيت بالضبط أنت وين الوجهة بتاعك؟ جيت من مشروع وادي الحي بالتحديد إلى وجهتي إلى الزاوية إن شاء الله، مدينة الزاوية. ما فيش حد ضايقك في الطريق ولا؟ لا أمور 100% والله تمام الحمد لله. كيف معاملة التوار في البوابات؟ بارك الله فيهم، تمام والله الحمد لله. بارك الله فيكم، وهذه دليل على أن الطرق آمنة التي تقع تحت سيطرة توارنا البواسل الشجعان الرجال الوطنيين، وليست كما كان الأوباش سابقا كانوا يضايقون الناس ويسرقون ممتلكاتهم وكانوا يسطون عليهم وعلى ما يملكون. ومعليش بنقول لكم ملاحظة أن الطريق لمشروع بوشيبة وطريق برشادة اللي هي غريان طريق آمنة، وأنا أمس بس نازل منها طريق غريان، بيقولوا أن غريان محاصرة من 3 محاور، لكن الحمد لله أنا أمس الساعة 12 بالتحديد نازل منها، 12/12/2014 نازل منها بالتحديد مدينة غريان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. منين الإخوة؟ من الزاوية. وين كنتوا؟ في الزاوية. الزاوية. وإلى أين الاتجاه إن شاء الله؟ وإلى الجبهة إن شاء الله. ربي يحفظكم. إن شاء الله. كيف وأنتم جايين؟ 100% والأيامنا الحمد لله. التوار معكم؟ 100% الحمد لله. هذا دليل على أن توار فجر ليبيا كلهم رجال بواسل وأبطال، ويحترمون المارة ويحترمون ممتلكاتهم ويحافظون على أرواحهم وعلى أعراضهم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أخي الكريم، الاسم الكريم بالله. محمد باجي الفطيسي. منين جاي إن شاء الله؟ جاي حاليا من غريان، وكنت في بوغلان القوازم. كيف الطريق بالله؟ الطريق آمنة والأمور طيبة الحمد لله، وبوابات وما فيش يعني. كيف معاملة التوار معكم؟ الله بوابات. أكبر، ما فيش إلا الخير الحمد لله، وما هناك شيء، أي إشاعات الإشاعات هذه اللي بنقول عليهم. يعني الأمر تغير عما كان عليه الأوباش سابقا. الحمد لله ولله الحمد إن شاء الله. كيف شو الكلمة تقولها لأخوتك التوار اللي في المرابطين في الجبهات وفي البوابات؟ الله ينصركم إن شاء الله، ربي ينصر الحق، وإن شاء الله اللي فيه الخير يأتي به النصيب إن شاء الله. إن شاء الله الله يبارك فيكم، وإن شاء الله توصلوا بالسلامة، وإن شاء الله ربي يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الوقت الحالي في مدرسة مداكم الذي كانوا يتواجدون فيها، وكانوا واخدينها مقر ليهم من بداية فجر ليبيا بالنسبة لمدرسة مداكم وشركة المياه. الوقت الحالي احنا نتواجدوا فيها، هذه مدرسة الآن مدرسة مداكم، مدرسة مداكم بمثلث مداكم، هذه تقع هذه مدرسة مداكم، وكانت المدرسة كانت يقروا فيها الطلبة، وبعد عندما جو هم لزوا منها الطلبة واستغلوها. جماعة اللي جونا أخذنا فترة صعبة شديد علينا، يساقط علينا الطلقات والرصاص بفوق لنا، لكن الحمد لله ربي حفظنا وقعدنا 33 يوم حتى الليبيين جونا. وإلما كانوا هنا شنو عاملين فيكم بالله؟ والله يتعاملوا معنا معاملة زفتة والله، لكن الحمد لله بعون الله ربي حفظنا. الحمد لله. وربي وفقنا، حافظنا على المال وعلى الشيء اللي قاعد في المخازن. نما ناس شيخ يوسف جونا قبضوا قبضتهم وهذا لك طردوهم، والحمد لله بقينا في أمن وأمان. عندنا البل والغنم وحتى نوع من الحديد في المخازن. أيوة. قوات طبعا تقوم بهذا التأمين، هذا المشروع قوات فجر ليبيا تحت حماية الدولة. هذا كله رزق للدولة، هذا كان